فيكن بي تكست اف يو كان. البرنامج يلي بيبرهن علميا انه من المستحيل نعمل شغلتين بنفس الوقت. هاي انا نيكولا، واليوم حنستضيف من اهم مصممي شعر بلبنان والشرق الاوسط، توني مندلك. كيفك؟ مشيت الحال؟ تمام. انت من اهم مصممي الشعر بلبنان، وانت هيدا اول شيء بتعمله، ما هيك؟ شغلتي وبحبها. شو لك اذا فيك تعمل هيدا الشيء انت عم تبعت تكست؟ بدنا نجرب. حنجرب، حنشوفها بالاختبار. لك هنا توني بيتعلم المشاهدين كيف يعملوا شينيون بطريقه مزبوطة. بنفس الوقت انا رح اكون عم ببعث لك مسجز بكل مسار، عم خيرك بين شغلتين وبدك تجاوبني. اذا وقفت شغل او ما جاوبتني بتخسر. عندك 3 محاولات. اذا بكون عم بعمل شينيون وعم بجاوب بذات الوقت. صح، اوكي؟ تنجرب. كل مسج ببعته ببين عندكم على الشاشه. ريدي؟ يلا ريدي. اوكي، 3 2 1 اند جو. اكيد نقسم الشعر لقسمين. قسمين وبنلف الشعر على الثانيه كانه حبل. اجى المسج. هيدا اول بدي نكفي، بدي فوت على المسج تبعت لك. مسج حلو. عندك محاولتين. اوكي، ما عم تشتغل على شعرتك. صارت تساعديني ثاني مسج؟ لا هيك ما فينا نشتغل. ما فيها تساعدني؟ لا ما فيها تساعدك. اوكي، يلا بقى عندك محاولة واحدة. اوكي، عم يخلص الوقت. توني بفتكر المشاهدين صار يعرفوا يعملوا نص شينيون. شو صار؟ بلا التليفون بقدر اكيد اعمل شينيون وخلصه، بس اثنين سوا ما بيزبط. يعني اذا عم تسوق بدك تبعت تكست مسج، هذا اصعب اكيد. اذا فيك تفسر للمشاهدين يعني شو رايك بالموضوع؟ انا بنصح كل انسان هو عم بيسوق على الطريق ما يعمل تكست مسج، ينسى التليفون، لانه رح يعرض حياته وحياة غيره للخطر. مزبوط، على الطريق ما عندكم 3 محاولات، ما تكتبوا وتسوقوا. ثانك يو. ونحن بنشوفكم بحلقه جديده من تكست اف يو كان. Touch a new world.